قبل انتحاره ب5 أسابيع هو وزوجته ستيفن زفايج ساب رسالة لصديقه هيرمان كيستن بيتكلم فيها عن روايته الأخيرة وهي لاعب الشطرنج. قال له في الرسالة: ليس هناك شيئا مهم أن أقوله عن نفسي، كتبت قصة قصيرة حسب النموذج المفضل البائس، وهي أطول من أن تنشر في صحيفة أو مجلة وأكثر من أن يضمنها كتاب، وأشد غموضا من أن يفهمها جمهور القراء العريض، وأشد غرابة من موضوعها في حد ذاته. 28 نوفمبر سنة 1881 ولد واحد من أعظم كتاب زمانه وهو ستيفان زفايج، وتوفي منتحرا هو وزوجته سنة 1942 بالتحديد يوم 22 فبراير. لعب الشطرنج هي من الروايات القصيرة جدا اللي سهل جدا انك تبدأ فيها وتخلصها في نفس الوقت وانت قاعد، لانك مش محتاج اكتر من ساعتين، ساعتين ونص اقصى شيء عشان تخلص رواية مكونة من 109 صفحة، وفي بعض النسخ كمان بتلاقيها 89 صفحة 90، بتختلف من دار نشر لاخرى. المهم ان القصة ما يغركش اسمها لاعب الشطرنج، يعني الرواية لا تغوص اطلاقا في لعبة الشطرنج، هو استخدم الاسم واستخدم اللعبة نفسها ستيفان زفايج للتعبير عن الحرب اللي كانت دايرة في الوقت ده وهي الحروب العالمية. طبعا طريقة ستيفان زفايج معروفة دايما بان بيكون في اي رواية بيكون في راوي، راوي وهو اللي بيحكي لك القصة، لكن الراوي مش فقط مجرد انه بيسرد لك القصة، لا، في بعض الاحيان بتلاقيه بيقوم بدور بطولة في الرواية وبيشارك في احداث كمان. ابطال الرواية هنا هما شخصين، الشخص الاول ميركو كسينتوفيك بطل العالم في الشطرنج اللي بيتوفى والده هو عنده 11 سنة، بالمناسبة والده كان ربان سفينة، توفى هو عنده 11 سنة فبيسيبه عشان يتربى في الدير الموجود في المدينة، بيتولى تربيته القس اللي موجود في الدير وبيحاول يعلمه بشتى الطرق لكنه بيفشل لان قدراته الذهنية كانت ضعيفة جدا لدرجة انه وصل عمر 14 سنة كان بيستخدم اصابعه عشان يعد عليها. المهم في ليله من الليالي كان القس ده بيلعب شطرنج هو واحد الضباط المتقاعدين، وبيدخل شاب بيستغيث بيه لان والدته بتحتضر، فبيذهب القس وبيسيب الضابط ده. الضابط بيقوم علشان يمشي بيلاحظ ان كسينتوفيك مركز جدا مع رقعه الشطرنج، فبيقول له مازحا كده: تكملها؟ فبيقول له: اكملها. بيكملها وبيلعب تقريبا هم 14 حركه بس بيكون هازم الضابط ده في الجيم ده، فبيقرر انه يلعبه تاني، بيلعبه فبيهزمه. بيرجع القس من بره فبيتفاجئ انه لعبه وهزمه، فبيلعبه هو كمان فبيهزمه. بيفرح جدا انه مصدق ان ليه في حاجه عنده موهبه فيها، فبياخده لبلد مجاوره وبتكون فيها ابطال شطرنج كتير علشان ينمي موهبته دي. المهم وهو ده الكلام ده هو عنده 15 سنه، وصل لحد 21 سنه اصبح بطل العالم في الشطرنج، لكن كان بيتسم بغروره وبجهله، كان جاهل في كل شيء، كان يعني لدرجة انه ما كانش بيعرف يكتب جملتين على بعض بدون اخطاء املائية حتى بلغته الام. وده الشخص الاول من ابطال رواية لاعب الشطرنج. اما الشخص الثاني اللي رمز اليه ستيفن زفايج في الرواية بالسيد باء، السيد باء محامي نمساوي بينتمي لأسرة مقربة جدا للقصر الامبراطوري في فيينا، وكانوا من كاتمه اسرار الامراء، اسرة غنية جدا، وكانت علاقتهم دي سبب في انه يتم سجنه على يد قوات الامن الالمانية اللي بتأمر باعتقال كل من كان له علاقة بالنظام المنتهي. المهم بياخدوه وبيسجنوه في غرفة في احد فنادقهم اللي هي اصلا كانت ملكهم، بيسجن لوحده بيلاقي نفسه بيواجه الفراغ القاتل وبيواجه الوحدة، وبيتمنى لو كان انه يسجن في التلج برا في البرد لكن مع مساجين اخرين احسن من انه يسجن لوحده. المهم يعني بطريقة ما بيوصل له كتاب، الكتاب ده بيكون عن لعبة الشطرنج، الكتاب بيكون هو عالمه الوحيد وملاذه في الغرفة اللي هو فيها دي. فمع الأيام بيقرأ في الكتاب، الكتاب عبارة عن 150 مباراة شطرنج الأبطال العالم اللي كانوا موجودين في الوقت ده، بيبدأ يقرأه، بيبدأ بتعجبه اللعبة جدا، طيب بيحاول يلعبها، بيجي يرسم رقعة الشطرنج على الأرض، بيفاجأ إن ملاية السرير بتاعه أصلا هي مربعات، فبيستخدمها وبيستخدم بعض أنواع الطعام كلعبة كهي قطع الشطرنج. مع الوقت بتتحفر في دماغه، فبدأ يلعب مباريات في دماغه لدرجة وصلت للجنون، إنه كان بيبقى قاعد مع نفسه فبيزعق بصوت عالي لنفسه، خلاص هو بدا يخلق في ذهنه شخصين، كل شخص منهم بيواجه الثاني، وبدا يخلق مباريات في ذهنه
وهكذا يعني. في احداث الروايه بيوصل في نهايه الروايه بيكون هناك مباراه بين ميركو كزينتوفيك بطل العالم للشطرنج والسيد باء، لكن ده بعد احداث شيقه جدا وممتعه وبعد حاجات كتير قوي انا ما قدرتش اقولها ومش عايز اقولها عشان ما احرقلكمش القصه. انا كمان قلت لكم بايجاز جدا ازاي بدا كزينتوفيك وهو عنده 11 سنه لحد ما وصل وهو 21 سنه بطل العالم للشطرنج، برضو قلتها بايجاز سواء كانت قصته او قصه السيد باء. خلاصه القول ان ستيفان زفايج قدر يلخص لنا اللي كان بيحصل في العالم في الفتره دي من الزمن عن طريق شخصين، كل واحد منهم بيمثل فكر معين وطريقه معينه واسلوب سياسي معين، فلخص لنا كل ده في كتاب لاعب الشطرنج اللي انا شخصيا بنصح بقراءته. وفي نهايه الفيديو شكر جدا ليكم، ولو عجبك الفيديو لايك للفيديو سبسكرايب للقناه، واشوفكم على خير في كتاب تاني ان شاء الله. سلام عليكم.